أهلا بكم. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح للألغام الأرضية تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين وأعاق العودة الآمنة للمدنيين النازحين بسبب القتال. المنظمة أضافت في تقرير لها أن ألغام الميليشيا أعاقت العودة الآمنة للمدنيين النازحين بسبب القتال وعطلت الحياة في المناطق المتضررة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تتعامل المنظمات الدولية مع خرق الميليشيا المستمر لقوانين الحرب؟ وهل ستتمكن الفرق الهندسية من انتزاع الألغام الممتدة خارطتها على مختلف الأراضي اليمنية؟ الألغام أداة موت خفية لا تزال تمتلئ الأرض بها، إذ لم تكتفي الميليشيات باستهداف المنازل والتسبب بتدمير هائل في مختلف المحافظات، بل عمدت إلى زراعة الموت في كل مكان عبر وسيلة حظ أرواح أصبحت تودي كل يوم بحياة العشرات من الأبرياء. وأمام حقول ألغام ممتدة مساحتها، لا تزال الفرق الهندسية في المناطق التي حررت من قبضة الميليشيا تحاول جاهدة انتزاع ما يمكن انتزاعه لتأمين بيئة مناسبة لحياة المواطنين. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. مرة أخرى تعاود هيومن رايتس ووتش طرح الخطر الكبير الذي تمثله الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمحرمة دوليا على حياة المدنيين في اليمن. المنظمة أكدت في أحدث تقرير لها أن المئات من المدنيين قتلوا أو أصوبوا أو شوهوا بسبب الألغام، فيما لا تزال هذه الألغام وفقا للمنظمة الدولية تعيق عودة المدنيين إلى منازلهم. ليس الجيش إذن من يواجه القاتل السري هذا، فالمدنيون يخوضون معركة لا تقل ضراوة مع قاتل يتوزع في شكل حقول تحت الرمال أو في الطرقات وفي عتبات المنازل. البحر أيضا لا يخلو من هذا القاتل، لكنه ليس متخفيا بل مراوغا يطفو على الماء وينفجر مع اتصاله بأول جسم متحرك، كهذه الألغام التي عثر عليها على شاطئ البحر الأحمر وبالتحديد في ميدي. هذه الحقول من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في كل مكان، والناس هم حصادها اليومي، فيما يكافح الجيش الوطني لتخليص البلاد من نحو نصف مليون لغم وفقا لتقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. الألغام المخادعة كهذه هي أكثر من يلحق الضرر بالأفراد، عسكريين كانوا أو مدنيين، فهي مصنوعة من مواد بلاستيكية وبأشكال شديدة الشبه بالبيئة التي تزرع فيها. الخبرات السيئة أفرغتها إيران وذراعها حزب الله هنا في بيئة الحرب هذه وفي هذه الأشكال من الألغام التي تقتل وتزرع الموت لأشهر وربما لسنوات. أكثر من 30,000 لغم انتزعتها الفرق الهندسية التابعة للجيش حتى مايو من العام المنصرم، وفقا لمدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن العميد مهندس قائد هيثم حلبوب. لكن جهدا كهذا لا يزال يواجه عمليات لا تنقطع من زرع حقول الألغام في مناطق المواجهات، وفي ظل محاولات يائسة تبذلها الميليشيا لوقف تقدم الجيش الوطني وخلق بيئة خطرة في التجمعات السكانية الرافضة لنفوذ الميليشيا والمناهضة للانقلاب. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم إلينا الآن من بيروت، السيد أحمد بن شمسي مسؤول التواصل في هيومن رايتس ووتش. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بكم، شكرا. أستاذ أحمد، أصدرتم تقريرا عن واقع الألغام التي زرعها الحوثيون ورئيس المخلوع، ما هي أبرز الأرقام؟ يعني نحن في هيومن رايتس ووتش زرنا عدن في أوائل 2017 وأجرينا مقابلات وجمع بيانات من خبراء إزالة الألغام مع مسؤولين أمنيين محليين وضحايا الألغام الأرضية كذلك وناشطين، فوثقنا استخدام قوات الحوثي وصالح للألغام الأرضية في 6 محافظات على الأقل، وهي محافظة صنعاء، مرأب، لحج، تعز، عدن، وأبين. وهذا التقرير الأخير الذي أصدرناه اليوم يبحث بعمق في 10 حوادث حيث انفجرت ألغام أرضية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. والتقرير كذلك يبني على عملنا السابق حول استخدام الألغام الأرضية في هذا الصراع،
وخلاصتنا الأساسية هي أن الألغام يعني مشكلة ضخمة. منذ أذار مارس 2015 يبدو أن الألغام قتلت وشوهت مئات المدنيين وفقا للناشطين المحليين والمهنيين الصحيين الذين تكلمنا معهم، وكذلك تسببت الألغام في تعطيل الحياة المدنية وإعاقة أطفال بشكل دائم ومنع المدنيين المشردين من العودة إلى ديارهم، مما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية. ويعني الألغام موجودة في عديد من المحافظات وسيبقى لها أثر كبير حتى عندما تنتهي الحرب. طيب، قلتم في التقرير أنكم تواصلتم مع جهات مسؤولة لدى ميليشيات الحوثي وقوات المخلوق صالح، هم حسب ما قيل في التقرير أنهم نفوا، إذن على أي أساس اعتمدتم واتهمتوهم بذلك؟ يعني نحن لن نتكلم فقط مع المسؤولين، كما قلت أجرينا مقابلات مع خبراء إزالة الألغام، هم يعني مصدر مهم جدا في بحثنا هذا، وكذلك تحدثنا مع ضحايا الألغام الأرضية ومع ناشطين أكدوا لنا كل هذه الأمور. يعني المسؤولين فقط واحد من الجهات التي اتصلنا بهم، لكن ما وثقناه هو بدون شك يعني موثق أن هناك ألغام مزروعة في محافظات عديدة وأن هذه الألغام تشكل خطرا جسيما وكبيرا على المواطنين. طيب، إلى أي مدى كانت إسهام الجهات المحلية في تشكيل هذا التقرير، وإلى أي مدى بالمقابل كان لراصدين التابعين لهيومن رايتس ووتش الأثر في ذلك؟ عفوا ما فهمت سؤالك. يعني القصد إلى أي مدى كان الاعتماد على تقارير قمتم أنتم يعني عملها أو رصدها وتوثيقها، وكم كان الاعتماد على المنظمات المحلية التي تتعاملون معها؟ يعني على كل حال نحن تكلمنا مع شهود، كما قلت مع شهود وناس تضرروا من انفجار الألغام ومع ناشطين، ويعني لا يمكن أن ندخل في التفاصيل وأقول لك في كل محافظة مع من تحدثنا بالضبط، إلا أننا قمنا بعمل مهني ودقيق كما نقوم في كل أعمالنا وفي أعمالنا السابقة كذلك، وكانت وقت الزيارة في أوائل 2017 ووثقنا كل هذه الأمور. يعني ليس في استطاعتي أن أدخل معك في التفاصيل حسب كل من تحدثنا معه محافظة محافظة. طيب، الآن بحسب هذه المعلومات، ما هي المحافظات اليمنية الأكثر تضررا من زراعة الألغام أستاذ أحمد؟ وثقنا أن الألغام استخدمت في 6 محافظات، محافظة صنعاء، محافظة مرأب، لحج، تعز، عدن وأبين، وأعتذر إن لم أنطقها بالطريقة الجيدة. فهذه المحافظات كما قلت سابقا التقرير يوثق أن بحثنا في عمق في 10 حوادث بالخصوص حيث انفجرت ألغام أرضية وأسفر هذا عن مقتل شخصين وأسلم 8 آخرين، هذا ما وثقناه بالتدقيق. أما يعني الألغام فهي موجودة في العديد من المحافظات، ومسؤولون بإزالة الألغام قالوا لنا أنهم أزالوا آلاف وآلاف الألغام، ولا أذكر مسؤولين في إزالة الألغام، وقالوا لنا كذلك أنهم على يقين أن الكثير من الألغام باقي، وأن إزالة الألغام بعد حتى بعد نهاية النزاع ستكون مهمة كبيرة وكبيرة جدا. طيب، الآن المنظمة قالت في التقرير أن هناك حاجة ماسة لنوع من المساعدات الدولية في تجهيز وتدريب موظفي إزالة الألغام، هل هناك تجاوب من قبل الجهات الدولية لطلبكم؟ التقرير أصدر فقط اليوم، يعني ربما يجب أن نترك بعض الوقت لكي نتجاوب مع الجهات الدولية، لكن عندنا عدد من التوصيات واضحة جدا. أولا وقبل كل شيء يجب على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح التوقف فورا عن استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، هذا أول شيء. ثانيا يعني وزارة الشؤون الخارجية في صنعاء ربما ستحقق في استخدام الألغام، هذا ما سمعنا بعد في تعز بعد انتهاء النزاع، لكن ما نقول أن يجب عليها أن تحقق الآن وأن تعاقب المسؤولين، لأن المسؤولون عن زرع الألغام يرتكبون جريمة حرب، والتحقيق يجب أن يكون في أقرب وقت ممكن. وكذلك نقول كما جئتم كما جاء في سؤالكم على أن المانحين الدوليين تقديم مساعدة لتجهيز وتدريب العاملين في مجال تفكيك الألغام، لأنني كما قلت سابقا المهمة كبيرة وكبيرة جدا وستدوم حتى بعد انتهاء الحرب. يعني قالوا لنا أن الألغام بالآلاف وربما أكثر. طيب، عموما أستاذ أحمد، هل هناك خرائط توضح أماكن زراعة الألغام من قبل الجهات التي قامت بزراعتها؟ هل هناك خرائط لأماكن؟ عفوا الصوت ليس جيد. هل هناك خرائط لأماكن زراعة هذه الألغام؟
خرائط. يعني هناك الغام تم زرعها في تلك المحافظات التي ذكرتها من قبل، أما فيما يخص الأماكن الدقيقة يعني يجب سؤال الباحثين الذين اشتغلوا على هذا الأمر. أنا ما يمكن أن أقول لكم الآن هو أنها موجودة على الأقل في تلك المحافظة التي ذكرتها. طيب وفقا لهذا الأمر كيف هو تعامل الحوثيين و قوات المخلوق صالح مع هذه التقارير وتحذيراتكم المستمرة من زراعة الألغام؟ ويبدو أن التعامل ليس في مستوى الجدية الذي نريد أن يكون فيه، لأن الألغام لا زالت تزرع. وكذلك يجب القول بأن يعني اليمن أمضت على اتفاقية منع الألغام في عندما كان صالح رئيسا لليمن، لكن رغم ذلك نرى أن الألغام لا زالت تزرع. يعني هناك فرضيتين، يا إما أن الألغام كلها لم يعني يتم تفكيكها كما وعدت بذلك الحكومة أيام صالح، أو أنهم استعملوا ألغام اشتروها من معه. فبناء على هذه السابقة فنحن نقول أن يظهر أن قوات صالح والحوثيين ليست معاملتهم مع هذا الأمر بالجدية الذي يمكن أن تكون عليه. فما نذكرهم أن زرع الألغام هو جريمة حرب، ومن يرتكب هذا الأمر يرتكب جريمة حرب، لأنها لها أثار واضح على المدنيين، وسيكون أثرها سيدوم أثرها سنوات حتى بعد نهاية النزاع. أشكرك مسؤول التواصل في هيومن رايتس ووتش السيد أحمد بن شمسة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز العميد طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة في محور تعز. أهلا بك سيادة العميد. مرحبا، السلام عليكم. حياكم الله سيادة العميد. إذن منظمات محلية ومن ثم أيضا جهة دولية أيضا تصدر تقاريرا حول واقع الألغام في اليمن، أنتم كيف تقيمون هذه التقارير وكيف تتعاملون معها؟ التقارير اللي طلعت من منظمات دولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش هي تقارير صحيحة وواقعية، وهم درسوا الضحايا في الجانبين، فوجدوا في الطرف الآخر لا يوجد ضحايا ألغام، ولكن كل ضحايا الألغام الموجودين هم في مدينة تعز وفي مأرب وفي الضالع وفي الجوف وفي المناطق المتأخمة للمعارك. فهيومن رايتس ووتش عندها معلومات دقيقة جدا وأرسلت مندوبها إلى صنعاء، وهناك في صنعاء أنكروا أنهم يستخدموا الألغام، والمندوب الآخر جاء إلينا إلى تعز فكان يشاهد الواقع وشافنا وإحنا ننزع الألغام هذه المحرمة دوليا. وكذلك اليمن هو كما أشار المندوب بأن اليمن وقعت على عدم استخدام الألغام، وأن الألغام جريمة حرب دولية وسيحاكم وسيعاقب من يرتكبها. طيب الآن أنتم في شعبة الهندسة بمحور تعز، إلى أي مدى يعني تقومون بجهود لنزع الألغام؟ هل هناك نوع من الاستراتيجية الموجودة لإبعاد هذا الخطر عن المدنيين؟ طبعا لدينا استراتيجية ولدينا خطط على أساس نجنب السكان من مخاطر الألغام، وقمنا بتطهير مناطق كثيرة جدا دون أن نراعي ننتظر أي دعم من أحد، وكله في طوا يعني كل إحنا متطوعين في الفريق اللي يتبع شعبة الهندسة. والآن في شباب مدنيين متطوعين، وأسسنا اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام، وهي طبعا لجنة وطنية وقريبا سوف نعلن عنها. وإحنا تم تحرير مناطق مهمة جدا وفي حارات هامة فيها سكان عاد السكان إليها، وقد قمنا بتطهير كثير من المناطق، وكذلك الآن المناطق هي كثيرة جدا. استراتيجية مستقبلية بتكون على أساس الانتقال للمناطق البعيدة، وتدريب الآن يمكن ندرب فريق يكون على بحدود 100 فرد على أساس أنه ينتقل الأماكن البعيدة. طبعا نلاقي مشكلة أنه عدم وجود المعدات المطلوبة لنزع الألغام، وخاصة في تعز نحتاج إلى أجهزة يدوية ولا نحتاج إلى كاسحات، بينما تم تزويدنا من دول الخليج بكاسحة ألغام، لكن في تعز لا تعمل كاسحة ألغام كبيرة، ولكن نحتاج إلى أجهزة يدوية. طيب بالنسبة لأماكن زراعة يعني نزع هذه الألغام، الآن أنتم تعتمدون على عمليات توثيق تقومون بها أنتم في الشعبة الهندسية أو تمشيط تقومون به أنتم، أم تعتمدون على ما يأتي من تقارير وتوثيق من قبل الجهات الأخرى؟
طبعا في توثيق للاماكن الذي هي ملغمه الان حاليا ومطروحه ضمن خطه، على اساس ان موثقه تعتبر فيها الغام شديده وكبيره وتحتاج الى جهود كبيره، وفي مناطق تم التخلص من الالغام اللي كانت طرقات ومواقع وكذا وبجوار بيوت وبعض المنازل والمساجد، مدارس يعني اكثر من مدرسه تم تحريرها من الالغام، مثل مدرسه ميلاد في الضباب، مدرسه ابو عبيده في الزنوب، مدرسة حبيب سلمان اللي موجودة جنوب المدينة، وكذلك جامعة تعز. جامعة تعز كانت كلها يعني مزروعة ألغام حول السور الجامعة بشكل عام، يعني كانت ألغام فردية وألغام ثقيلة، وحتى إن اكتشفنا هنا كان في اثنين عبوات ناشفة تزن الواحدة 100 كيلو جرام، وهذا موثق عندنا. طبعا الشعبات قامت بنزع ما يقارب 6000 لغم من كل المناطق، طبعا مناطق كثيره جدا، 6000 لغم تم نزعها الى الان، بينما اكثر المناطق هي تحت سيطره الحوثيين. الحوثيين الان يقوموا بزراعه الالغام في القرى والمناطق اللي تحت سيطرتهم، مش عارف يعني ايش الهدف. ثانيا يعني يروعوا السكان، اطفال يعني تم توثيق على الحاره يتفجر بهم لغم، يعني طفل بن 12 سنه رايح يمشي بعد الغنم او ولا بياتي يتعس على لغم انفجر وانتهى. كذلك يعني في طفلة في منطقة غرب المدينة مشت في قريب من منطقة مدرات وحصلت شنطة كحصالة، فقامت بأخذها ونقلها إلى المنزل وتفجرت، وهذه جريمة جدا جدا شديدة لا يرضاها العرف الإنساني ولا القوانين الدولية ولا الشرائع الإسلامية ولا كل الشرائع الدينية، أن تقبل أنه يزرع في اليمن الألغام بهذا الشكل. ألغام ما كنت انا مهندس بطول حياتي ما كنت اتوقع ان في اليمن بيزرع الغام من هذه الاشكال، من حديثها ومن قديمها ومن رديئها في كل الاحجام كل الاشكال، الان في الجبال في الوديان في المراعي في المزارع بجانب الابار كلها مزروعه الغام، يعني كارثه كبيره جدا. مستقبليا يعني ستكون كارثه يعني قد تؤدي الى 10 سنين ونحن نعاني منها. كذلك الان الحوثيين يعني بداوا او مش بداوا ولكن قد فعلوها، زرعوا في الشواطئ، زرعوا كذلك في السواحل في المياه، والمياه زرعوا مياه يعني غاطسه وزرعوا عايمه نوعين. العايمه ممكن تسحبها الامواج والعوامل المد والجذب ستسحبها الى المياه الاقليميه بخط مر السفن الدوليه. هنا ستكون كارثه عالميه وليست كارثه تخص اليمن ولا دول الخليج. التحالف يشكر لجهوده فبدا الان بدفع فرق هندسيه من اتجاه ميدي وطحر مناطق كثيرة جدا، لكن تحتاج إلى جهود أكبر مما يكون، لأن الألغام لا أضمن أن مصطفيت منطقة تكون شاسعة ووجدت فيها لغمين ثلاثة أربعة وأقول أنها تم تطهيرها، لا تحتاج إلى جهد كبير وتمشيط الأرض صح ومساحة، خاصة البحر. البحر في تدخل بالجانب المساحة الجوية، لازم البحر يحتاج إلى جهود كبيرة جدا. في الأرض بنعمل حاضر للمناطق وعندنا هذه الاستراتيجية نستخدمها، المنطقة تكون متأخمة للألغام نعمل لها حاضر ويتم العمل بها حتى يتم تطهيرها والتصريح بدخولها كما عملنا سابقا في مناطق كثيرة، لكن البحر يحتاج إلى استراتيجية كبيرة من التحالف العربي من الأمم المتحدة. لازم أن يهتموا في هذا الجانب. كذلك المنظمة الدولية المهتمة على رأسها هيومن رايتس ويتش معانا تقريرين واهتمت في الجانب هذا، تشكر على الجهود اللي فعلتها في اليمن ولم تكون هي منحازة لأحد، بينما منظمات الأمم المتحدة الموجودة في صنعاء يعني منحازة للحوثيين، وكذلك قاموا بتزويد المنظمة الموجودة في صنعاء ب 17 مليون دولار، لكن احنا في تعز والله نعاني لأبسط الإمكانيات، ما فيش معانا إمكانيات. 17 مليون دولار يدفعوها عن طريق مندوب الأمم المتحدة في صنعاء القائم بأعمال الأمم المتحدة، 17 مليون دولار يديها للحوثيين، طيب الحوثيين ما بينزعوش الغام، الحوثيين بيزرعوا الغام، ولو كان هناك برنامج لنزع الألغام وهناك كان في جمعية عامة لنزع الألغام كلها أخبار ما لهاش أي أساس. طيب سيد حميد، هذه البرامج تزرع الغام. سيد حميد أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن من مأرب السيدة سقطرة علي حسن، أمين عام منظمة حماية للتوجه المدني. أهلا بك أستاذة سقطرة. أهلا بكم جميعا إن شاء الله. أستاذة سقطرة، يعني أنتم كراصدين كعاملين في مجال التوعية من أخطار الألغام، ما هي أبرز نشاطاتكم عن موضوع الألغام في مأرب؟ أولا
بعدة برنامج مكافحة الألقام ومخلفات الحرب. شرعنا في تنفيذ هذا البرنامج كان من منتصف أكتوبر 2005. هذا البرنامج تنفذ كان على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت هدف إلى رصد وتحقيق وتوثيق كافة الانتهاكات من مخلفات الحرب يعني في محافظة مارب. هذه المرحلة كانت تتطلب تدريب باحثين وراصدين، لذلك قمنا بتدريب راصدين يعني حوالي 20 متدرب ومتدربة في مهارات الرصد والتوثيق والتوعية بحقوق الإنسان. أيضا قمنا أيضا خلال المرحلة الأولى بإعداد وتنفيذ ورش عمل كانت تستهدف شريحة الشباب من سكان المناطق المزروعة فيها الألقام، وقمنا بتدريبهم على طرق إسعاف المصابين ضحايا الألقام، كيفية نقلهم للمستشفيات والقيام بتوعية الناس وكيفية حماية أنفسهم من الخطر في الأماكن الملوثة. طيب أستاذة سقطرة، بالنسبة لمأرب هل هناك إحصائيات لديكم أنتم في منظمة حماية للتوجه المدني بخصوص عدد يعني سواء ضحايا الألغام أو حجم الألغام المزروعة في المحافظة؟ بالتأكيد إحنا كانت إحصائية الألغام المدنيين في العام 2015 كان من 1 سبتمبر 2015 حتى 30 ديسمبر اللي كان كانون الأول، كانت 76 مدنيا بينهم 17 طفلا وثلاث نساء. أما في العام 2016 كانوا 61 مدنيين كان بينهم 33 طفل وسبع نساء. أما الذخائر غير المتفجرة كانت في العام 2016 قتلت شخص واحد وجرحت 18 شخص آخرين. طيب أرجو أن تتفضل. في العام 2017 لا تتجاوز 8 حالات حتى الآن. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي أستاذة سقطرة. أعود إلى سيادة العميد طاهر حميد معنا عبر الهاتف من تعز. سيادة العميد، إذن كيف هو حجم التنسيق بينكم وبين المنظمات المحلية المختصة بهذا المجال لعملية توعية، خصوصا أن هناك مسؤولية كبيرة بالنسبة لحماية المدنيين وجانب من هذه الحماية يأتي عن طريق التوعية؟ طبعا احنا منسقين مع السلطة المحلية ومع القيادات العسكرية اللي هي الآن متواجدة في المواقع اللي هي مزروعة بالألغام، ونقوم ببرامج توعية، وكذلك في بعض الشباب ناشطين وأسسوا منظمات صغيرة بدأت تنشط، وإحنا نقوم بدعمهم طبعا بالخبرات بكيفية تنشر المعلومات، كيفية يطبع الرشيدات. الشباب في تعز كثير يعني مستعدين ومتطوعين وأسسوا أكثر من منظمة، وإحنا كذلك إحنا ندعمها في خبرتنا الذي لا أملك إلا الخبرة. والشباب يعني شاكرين هذا الكلام وعارفين وبيشتغلوا يعني في مجال التوعية والإرشاد من مخاطر الألغام وحماية السكان، وكذلك سيادة المحافظ والأخ قائد المحور بيدعم بالجانب هذا على أساس أن احنا نجنب المواطنين المخاطر. المواطنين اللي تعرضوا للمخاطر المخاطر الألغام مش في المناطق اللي احنا موجودين فيها يعني بعد تحريرها، لا، أكثر المواطنين تعرضوا للانفجارات في المناطق اللي هي تحت سيطرة الحوثيين، يعني هم في موقع ونتيجة الخوف يبثوا الألغام حول المواقع اللي موجودين فيها، فيروحوا الرعيان ويجمعوا الحطب وكذا تتفجر بهم يعني يروحوا أسر كاملة. أشكرك رئيس شعبة الهندسة في محور تعز العميد طاهر حميد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى الأستاذة سقطرة علي حسن أمين عام منظمة حماية للتوجه المدني. أستاذة سقطرة، إذن أنتم كراصدين في مأرب تحديدا، هل هناك أنواع يعني تختلف عن أنواع ألغام تزرع في المحافظة تختلف عن تلك التي تزرع في بقية المحافظات أم هي ذاتها؟ لا هي ذاتها، يعني فيها ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدروع. هذه الأفراد المضادة للدروع قام بتحويلها إلى مضادة إلى ألغام للأفراد عن طريق الدواسات. طيب لا الآن لا اختلاف بينها. نعم. اللهم أنها تكون هناك على شكل أشراك خداعية. الآن أصبحت الألغام يعني فيما يسمى بالأشراك الخداعية تكون أما شكل أسطوانات غاز أو بلوك أو معلبات غازية وغيرها. طيب باعتباركم في محافظة مأرب محافظة مستقرة أكثر نوعا ما من محافظات أخرى مثل تعز ولا تشهد ذات الحرب التي تشهدها يعني من قبل ميليشيات الحوثي، هل الأوضاع بالنسبة لكم أنتم في المنظمات المعنية بالألغام والحماية منها أكثر سهولة سواء في الدعم اللوجستي أو كذا في تنفيذ النشاطات للتوعية بخطر الألغام؟
هي قد تكون مأرب يعني أفضل من غيرها، لكن إنه ما زالت هناك صعوبة في 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 الطرق، يعني التوعية ما زالت للآن يجهل المجتمع يعني إيش معنى توعية، وما زال ما يهاب هذه يعني هذه الأماكن الملوثة بالألغام رغم التوعية التي حصلت. إحنا تقريبا وعينا في أربع مديريات إيمال، كان من 10 أكتوبر حتى 12/12/16 وعينا في أربع مديريات، كانت مجدر وحريب وثرواح ومديريات المدينة. بس ما زالت إلى الآن توجد حالات، يعني تجينا حالات بسبب الألغام رغم التوعية التي حصلت. يعني التوعية كانت استهدفنا فيها أكثر من 39,000، كان هذه عن طريق التوعية المباشرة، أما التوعية الغير مباشرة هذه عدد مجهول. لكن ما زالت إلى الآن ضحايا، يعني ما زالت إلى الآن ضحايا. إذن أشكرك أستاذة سقطرة علي حسن، أمين عام منظمة حماية للتوجه المدني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.